السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من توعية. تقريبا كده في الكام سنة اللي احنا عايشينهم دول أصبح الاهتمام بصحة وكفاءة الجهاز المناعي شيء ضروري وأساسي، لأن ده اللي هنعتمد عليه في الفترة اللي جاية في ظل الحاجات اللي بتظهر لنا، بكتيريا جديدة، فيروسات جديدة ملهاش علاج، حاجات مش معروفة. يبقى إذن الاهتمام بصحة الجهاز المناعي أصبح ضرورة. طيب، احنا تعهدنا في توعية ان كل معلومة بنقولها هي لها مرجعية وموثقة، يعني مش كلام بنألفه من عندنا. الناس اللي بتحب تاخد المعلومة وتجري مش هتلاقيها هنا المعلومة اللي بتاخدها وبتجري دي خالص. اللي متابعنا في توعية عارف ان احنا بنحب نفهم كويس قوي ونتكلم براحتنا قوي، لان احنا بنغير عادات وبنوجد عادات وبنخليها جزء اساسي من ثقافتنا ومن عاداتنا اليومية اللي بنمارسها. فلو عايز معلومة سريعة وتجري هتشوفها بقى، تلاقيها في فيديو جنبنا، قناة قبلنا، انما هنا احنا بنحب نفهم. علشان تتابع الحلقات اللي جاية ما تنساش تشترك في القناة وتدوس على زر الجرس. الجهاز المناعي هو الجيش اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا وله احتياجات، ووظيفته ان هو يدافع عن جسمي ويحميني، ولو هو بصحته واخد كل احتياجاته هو كفيل ان هو يحمي جسمي من اي بكتيريا او جراثيم او فيروسات طفيليات فطريات اي كائنات حية ممكن تهدد جسمي. يبقى اذا احنا لازم نديله احتياجاته، لان لو ما اديتلوش احتياجاته مش هيقف معايا ولا يحميني. طب ايه اول حاجة هنتكلم عنها؟ وهي تعتبر من الحاجات الأساسية التي لها علاقة بشكل مباشر وغير مباشر بصحة وكفاءة الجهاز المناعي. هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن الثوم. واضح؟ الثوم. أيوة، فص الثوم ده. طب ما ناس كتير اتكلموا عن الثوم، يعني هنقول إيه جديد في الثوم؟ لا، النهاردة هتسمع اللي ما سمعتوش قبل كده عن الثوم. هنقول عن الثوم له ما له وعليه ما عليه. هو التوم ده بدايته بدأت من امتى؟ تخيل ان التوم ده جزء اساسي في كل الثقافات والحضارات القديمة، طب الشعب الصيني اليوناني حتى من ايام الفراعنة، وكان ليهم اعتقادات غريبة قوي. معتقداتهم ان هو بيحمي من الارواح الشريرة، ومعتقداتهم ان هو شيء مقدس وقادر على علاج الجسم من كافة الأمراض، وأنه يعطي قوة ونشاط إلى الجسم، لدرجة أنه مرسوم على الجداريات وبعض المعابد كتير جدا التوم. ويقال أن بنات الأهرامات اللي بنوا الأهرامات العمال كان التوم ده شيء أساسي في وجباتهم علشان يديهم قوة ونشاط. وفي العصور الوسطى تم استعمال التوم في علاج الطاعون اللي مات ملايين بسببه. يعني اذا ده حاجة مهمة جدا. ليه يعني؟ ما توم هو حاجة ايه؟ فص توم يعني هيكون فيه ايه يعني؟ لا تخيل، ده في حاجات كتير قوي. حاجات كتير زي ايه؟ 23 حاجة. ايه؟ فص التوم ده؟ اه والله 23 حاجة، وكلهم مهمين اهم من بعض. تكامل سبحان الخلاق. تخيل فيه ايه؟ في كربوهيدرات، في بروتين، في دهون، في الياف، دي اللي هي ايه الحاجات الاساسيه. طيب الفيتامينات اخبارها ايه؟ فيتامين A، فيتامين C، فيتامين E، فيتامين B1، فيتامين B6، في سيلينيوم، في فوليت، تمام، في بيتا كاروتين، في ايه تاني؟ في صوديوم، في بوتاسيوم، كالسيوم، حديد، نحاس، مغنيسيوم، فوسفور، زنك، كبريت، منجنيز، كالسيوم. ما كده 23 مثال انا قلت كله يعني. 23 حاجة محطوطين في فص التوم. طب ليه؟ ايه الحكمة يا؟ ما هو في حاجات مرتبطة بحاجات. فاكرين كنا بنتكلم في حلقة قبل كده، ما كنا بنتكلم عن السبانخ، وقلنا ان سبحان الله السبانخ موجود فيها فيتامين سي. ليه؟ علشان يساعد على امتصاص الحديد ويمنع تحول النيتريت لمادة النيتروزامين اللي هي المادة المسرطنة اللي اتكلمنا فيها. فحكمة ربنا انه خالق التركيبة كده في السبانخ ونسبة فيتامين سي اللي موجودة فيها دي. نفس الفكرة في التوم، يعني الكوليكشن اللي معمول ده من الفيتامينات والأملاح والمعادن اللي موجودة في فص التوم هي مش عبثا كده محطوطة خلاص. ده مطلوب عشان ده،
ده زي مثلا الكبريت، يعني الكبريت ده بيساعد على امتصاص الزنك بشكل كويس جدا. الزنك دي حاجة أساسية جدا، مهمة للضوافر ومهمة للشعر، والجسم مش بيحتاج منها كتير، وللأسف الزنك مش موجود في حاجات كتير قوي. فربنا سبحانه وتعالى بما انه الثوم فيه الكبريت كتير جدا، ده بيساعد على امتصاص الثوم، وان انا استفيد بكميه الزنك اللي موجوده في فص الثوم كلها. فكل هي حاجه متكامله. وده بيخلينا ايه، نجاوب على السؤال الشهير، هو انا استعمل الثوم الطبيعي ولا اجيب اقراص ثوم من الصيدليه؟ لا طبعا استعمل الثوم الطبيعي. الثوم يحتوي على 99 ماده، في انزيمات وفي حاجات تانية كتير، ده احنا اتكلمنا على الحاجات الاساسيه ال 23 دول. التوم كتير جدا من شركات الادويه بيستعملوه، لدرجه ان في ماده اتاخدت منه، ماده اسمها الالين، دي هي الاكتيف انجريدينت الوحيده اللي موجوده في دواء، وبتاع شركه بتبيع منه ارقام فلكيه كل شهر علشان خاطر يعالج الكوليسترول. فربنا خلق لي حاجه فيها توازن بشكل معين، فمش فايده الاقراص عمرها ما هتبقى زي ايه، التوم الطبيعي اللي ربنا خلقه. طيب، في مرة كنا في نقاش، فحد طرح حاجة، موضوع مهم قوي يعني. كان بيقول ايه بقى، التوم ده اكيد مش حاجة حلوة ولا حاجة، مش شيء كويس. طب ليه، اديني دليل يعني مش شيء كويس ليه ده، والابحاث الكتير اللي اتعملت واللي اثبتت واستخداماته العلاجية، ده صيدل هي متكاملة فص التوم ده لوحده. قال لك هو مش هتذكر في القرآن، لما بنو اسرائيل قالوا سيدنا موسى احنا عايزينه، يعني بدل المن والسلوى اللي ربنا بينزله لنا، عايزين الثوم والبصل والفول والحاجات دي كلها، فالثوم من ضمن الحاجات ايه اللي اتذكرت، اللي هو وفومها، اللي هو وسومها ده. فده اكيد شيء مش كويس، لان سيدنا موسى قال لهم ايه، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. ففي ناس بتستشهد بدي ان الثوم ادنى اهو، فيبقى شيء مش كويس، مش حاجه حلوه قوي يعني. لا، التفسير مش كده خالص. اولا هو ادنى مقارنه بالنسبه لمين، انا ما بقول ادنى معناها ان في حاجه اعلى. طب وانا بقارنه بايه؟ بالمن والسلوى، ده اكل ربنا بينزله من السماء جاهز للناس. فانت هقارن اكل من اكل الدنيا باكل نازل من عند ربنا، فشيء طبيعي اي اكل تاني جنب الاكل اللي نازل من عند ربنا ده يبقى هو ادنى. ده تفسير. الحاجه التانيه، الناس حتى لما دعوا بني اسرائيل دول وعايزين ربنا ينبت لنا الارض من كذا وكذا وكذا وكذا، طب اشمعنى اختاروا التوم مع الحاجات التانية دي؟ يبقى اذا معروف ان هو ليه فوائد كتير جدا. طيب، فالتوم مش ادنى ولا حاجة، هو ادنى من اللي نازل من السماء، انما في كمية فوائد لا تحصى ولا تعد. فوائد زي ايه بقى؟ بيعمل ايه؟ التوم انا دايما بقول عليه كده، هو خمسة مضاد. التوم يعني ايه؟ مضاد حيوي، قاتل للبكتيريا، مضاد للفيروسات، مضاد للفطريات، مضاد للالتهابات، مضاد للأكسدة. خمسة مضاد، وكل الكلام ده ما تم إثباته في كتير من الأبحاث الطبية. طب بس كده؟ لا، خد عندك، يقلل ضغط الدم المرتفع، يقلل نسبة السكر اللي موجودة في الدم، له علاقة بشكل أساسي بصحة وسلامة القلب والأوعية الدموية. ايه تاني من الحاجات الظريفة اللي برضو اتعملت ابحاث عليها وتم اثباتها في موضوع التوم، احنا لما بنخاف بيفرز عندنا الغدة الكظرية، بتفرز الادرينالين اللي احنا بنسميه هرمون الخوف. تناول التوم بالشكل العلاجي اللي هنتكلم فيه دلوقتي، هو بيقلل من استجابة الجسم للخوف كرد فعل، فتلاقي الادرينالين ما زادش قوي، فتلاقي نفسك ايه، هادي. لذلك في كتير من الشعوب بتستعمله ايه، كمهدئ، يعني يهديني فوق في لحظات القلق والخوف والتوتر، يهديك. ايه تاني؟ طب ايه علاقته بقى بالجهاز المناعي بالتفصيل؟ له علاقتين، في علاقة بشكل مباشر وعلاقة بشكل غير مباشر. ازاي؟ العلاقة اللي بشكل مباشر، احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى المعدة، ربنا خلق فيها حمض الـ HCL، اللي هو لما اكل اي اكل وظيفته ايه، غير انه بيساعد في هضم البروتين، وظيفته انه يقضي على اي ميكروبات تدخل عن طريق الفم مع الاكل. اكلت حاجة مش كويسة، شربت حاجة مش كويسة، تدخل جوه الحمض ده عامل زي النار، يقضي على اي ميكروبات موجودة ايه في المعدة. طيب، ما هو التوم
بيعمل حاجات رهيبة جدا في المعدة. زي ايه؟ اولا التوم فعال جدا في موضوع الديدان، الناس اللي بتعاني من الديدان بشكل مستمر، والناس اللي متعودة اللي هي بتقول لك شربة زيت خروع، شربة برافين، والتوم ده شيء اساسي من ضمنها، لانه قادر ان هو يتم تخليصك تماما من مشكلة الديدان اللي موجودة دي، ويمنع تكرارها كمان لو اتاخد بالشكل العلاجي اللي هنتكلم. احنا قلنا ان هو مضاد حيوي. مضاد حيوي يعني ايه؟ يقتل البكتيريا. احنا اتكلمنا في حلقة قبل كده لان متابعنا عن جرثومة المعدة، وقلنا ان من الحاجات الاساسية اللي بينصح بتناولها التوم. عارف التوم بيعمل ايه في جرثومة المعدة؟ فاكر لما اتكلمنا وقلنا ان جرثومة المعدة بيبقى ليها زي هوك كده او خطاف، وتدخل ترشق في جدار المعدة وتلاقيها دخلت جوه وتستخبى جوه كده. التوم ده المخلص، ده بينزل يخلص. يعني انت هتستخبي مني داخله مستخبيه في جدار المعده من جوه؟ تعالي. كانه عارف يدخل ايه؟ يشدها كده. لو المعده دي بتتكلم لما تلاقي التوم وتحس بفرحتها كده لما تلاقي فص توم نازل عليها، هتقول كلام عجيب جدا. عارف هتقول له ايه؟ انت كنت فين؟ انت كنت فين من زمان؟ هيقول لها انا موجود. ما ناديتيش ليه ولا بعتي لي؟ والله بعت وقلت له كتير، بس هو اللي بيسمعش الكلام ده. احنا عمالين ندعي ربنا ان انت ايه؟ تجي لنا. طيب خلاص، ايه اللي مضايقك؟ في جرثومه معده هنا تعباني وقرفاني. تشيليش هم خالص، يدخل عليها كانه بيشدها كده، تعالي انت مستخبيه. يوم بعد يوم بالشكل العلاجي تنتهي جرثومه المعده دي، ويصبح ليس لها وجود تماما. اي بكتيريا بقى او جراثيم موجوده في المعده. طيب هو ده ليه علاقه بالجهاز المناعي؟ طبعا. مش الجهاز المناعي هو كله جزء متكامل؟ ده سيستم، الاميونو سيستم ده جهاز مناعي كامل. المعده هي جزء بيحصل فيها جزء مهم من وظائف الجهاز المناعي، اللي هو تطهير الجسم ومقاومه البكتيريا والجراثيم واي اجسام غريبه تدخل الجسم. طب انا لما فص التوم يعمل كده في المعده، مش انا كده شلت الضغط اللي موجود على الجهاز المناعي؟ كان مش قلنا ده جيش؟ كأن أنا إيه؟ المعدة دي محافظة محيانة مثلا يعني. فالتوم هو تكفل بالمحافظة دي. قال له لا خلاص، ما تشغلش بالك بالمعدة، ركز أنت بقى في الباقي. شوف السموم والمواد الحافظة والحاجات اللي إحنا عمالين ناكل فيها كتير واللي موجودة في الدم، وشوف الكبد وشوف الكلى وشوف وشوف وشوف، سيب لي أنا موضوع المعدة ده. يبقى ده أثر بشكل غير مباشر على الجهاز المناعي. طب إيه تاني؟ من الأبحاث الكتيرة اللي اتعملت، إحنا عندنا الجهاز المناعي ده إحنا دايماً بنتخيل ان هو خلايا الدم البيضة بس، الوايت بلاد سيلز، كان هو ده اللي بيحارب بس وخلاص. هو كله بيكمل بعضه، زي ما خلايا الدم الحمراء هي بتوصل الاكسجين وبتوصل كل النيوترينتس او الاحتياجات لكل خليه موجوده في جسمي، فاذا هي ليها دور مهم في ده. طيب ايه يعني اذا الدم ده والجهاز المناعي والوايت بلاد سيلز نفسها دي هي مش نوع واحد من الخلايا، في انواع كتير جدا منها. في نوع اللي ياخد الميكروب ويحضنه ويروح هضمه كده جواه، في نوع اللي يفرز سموم تحاربه من بعيد كانه معاه اسلحه. الابحاث اللي اتوجدت ان الفص التوم ده لما يتاخد بشكل علاجي بشكل مستمر زي ما هنقول، ده ليه دور جدا كويس جدا في رفع كفاءه الخلايا اللي مسؤوله عن الحرب اللي بتحصل دي، اللي هي بتقبض على اي جرثومه او اي ميكروب غريب داخل الجسم، كانها بتنشط الخلايا دي كلها. طبعا اللينكات بتاع كل حاجه بنقولها زي ما تعودنا هنلاقيها اسفل الفيديو، اللي بتوضح كل الكلام اللي بنقوله. اللي بنقوله ده مش تاليف من عندي. طيب يبقى اذا هي ليها دور مهم جدا، وعرفنا ازاي بشكل مباشر وشكل غير مباشر في قوه وكفاءه الجهاز المناعي. تمام. طيب مين اللي المفروض يستعملوا التوم ده وده شيء اساسي بالنسبه لهم؟ متهيألي من الحاجات اللي قلناها اكيد هنبقى عارفين، مريض ضغط الدم المرتفع لانه بيقلل ضغط الدم، اللي عنده السكر عالي يستعمل، اللي عنده الكوليسترول عالي، اللي عنده نسبة من تصلب الشرايين او اي مشاكل في القلب يستعمله كشكل علاجي. مين تاني؟ مرضى ضعف المناعة، ومن اهمهم ربنا يشفي كل مريض، مرضى السرطان، سواء اللي بيتناول علاج كيماوي دلوقتي او خلص العلاج الكيماوي بتاعه، ده شيء اساسي في اللايف ستايل بتاعك فص التوم ده. مين ايه تاني؟ طبعا جرثومه المعده وكل الاضطرابات بقى اللي بتيجي نتيجه الديدان اللي بتبقى موجوده في المعده والفطريات. ايه تاني؟ السيدات بعد
سن انقطاع الدورة الشهرية. ليه؟ ايه علاقة؟ تخيل ان في ابحاث اتعملت اثبتت ايه؟ احنا دايما زي ما اتكلمنا في حلقة قبل كده وكنا بنقول ان السيدات بعد انقطاع سن الدورة بيجي بتبقى اكثر عرضة للاصابة بهشاشة العظام لان الكالسيوم بيقل، والاستروجين اللي هو هرمون الانوثة هو له علاقة بانضباط مستوى الكالسيوم اللي موجود في العظام. من الحاجات العجيبة اللي اتوجدت في التوم انه قادر على تظبيط هرمون الاستروجين ده بحيث انه يقدر يحافظ على الفقد اللي بيحصل للكالسيوم من العظام. سبحان الله. طيب دول اللي يستعملوه، تعمل تقول بشكل علاجي، بشكل علاجي اللي هو ايه الشكل العلاجي؟ الشكل العلاجي بتاعه ان انا بجيب فص التوم زي ما قلنا قبل كده وبشرحه بسكينة وابلعه بمية. طيب ما في ناس بتشتكي من التوم، ما التوم ده مضر للناس اللي عندها قرح في المعدة والجهاز الهضمي، فالكلام ده ممكن يبقى خطر عليهم. ده حقيقي الا في حالة واحدة بس، اللي هي ايه؟ التوم ده حاجة قوية، حاجة قوية. لما هاجي ابلعه اخده قبل الفطار مباشرة، وده انسب طريقة لي قبل الاكل يعني انا قاعد الاكل قدامي باخد فص التوم ببلعه واكل فورا. ليه؟ علشان المعدة عندي ما تبقاش فاضية، فهو يبقى تاه في وسط الاكل اللي موجود، عشان ما يبقاش كل التركيز نازل بشكل قوي قوي كده على المعدة. طب ما في ناس برضو بتستعمله بالشكل ده وبيتعب لها معدتها، خلاص ما تستعملوهش. انا مش بقول لك قرآن، مفيش مريض زي التاني. هو انا ممكن العسل، لو قلنا العسل كويس وحد ياخد عسل، في واحد بياخد عسل، لا ده والله بيعلي السكر عندي، ما تاخدش عسل. مفيش مريض زي التاني، مفيش قاعده ثابته. اللي انت بتاخده ده ممكن يريحك ممكن يتعبك، انت طبيب نفسك، انت بتسمع مني وبتسمع من غيري، اللي بتجربه اللي مفيش فيه ضرر وتكون واثق من المعلومه، بتجربه ريحك كويس، لقيته بيتعبك بطله من غير ما ولا ترجع لي ولا ترجع لغيري، انت طبيب نفسك. تمام. طيب ما احنا كده قلنا الناس اللي تستعمله وينصح بتناوله. تمام. طب هو في ناس ممنوع انها تستعمل التوم؟ اه طبعا في ناس ممنوع ومحظور عليهم استعمال التوم بالشكل العلاجي اللي اتكلمنا فيه، اللي هم مين؟ عكس اللي قلناهم بقى، اللي عنده اصلا الطبيعي بتاعه انه ضغط واطي، ما ينفعش، لان التوم هيقلل الضغط. اللي عنده سكر واطي هو هيقلل السكر، ما ينفعش ياكل. الحامل ما ينفعش تاخده علشان خاطر بيحصل تداخل ما بينه وبين بعض الادويه اللي هي بتتناولها والفيتامينات والكلام ده، فينصح برضو بعدم تناوله كشكل علاجي اثناء فتره الحمل. مين تاني؟ المرضى اللي عندهم سيوله في الدم، مرضى الضغط المرتفع واللي كان عندهم هيستوري قبل كده لجلطات، او متعودين ان هم بياخدوا الاسبرين بعد سن الاربعين. تخيل ان التوم ده يعتبر بديل طبيعي للاسبرين. ليه؟ لانه بيساعد على انضباط مستوى لزوجة وسيولة الدم. فهو احنا اللي بعد الاربعين بياخد الاسبرين ليه؟ علشان يحافظ على سيولة الدم، عشان يقلل من عوامل الخطورة التي قد تؤدي الى حدوث جلطات. التوم بيقوم بنفس الدور اللي بيقوم بيه الاسبرين. مين تاني اللي ما ينفعش يستعملوه كشكل علاجي؟ الاطفال، لانه هيبقى قوي على معدتهم. طيب هو التوم ده، في ناس بتقول انا ما بحبش استعمل التوم علشان خاطر ريحته. لو انا اكلت توم، اولا انت لو بلعته بالشكل اللي بنتكلم فيه ده، مش اكلته مش مضغته، الريحه مش هتبقى جاء، مش زي ما انت متخيل خالص. طب لا اكلت توم عايز اقضي على ريحته، عندك حاجه من اربعه يدي لك على ريحته: تمضغ بقدونس، كم عود بقدونس وتمضغهم، نعناع، خص، تفاح، أربعة، الأربع حاجات دول يقضوا لك على ريحة التوم، وتغسل أسنانك بقى طبعا يعني. طيب هو التوم ده ممكن أخزنه ولا لازم كل مرة أقعد وأقشر فص التوم؟ لا ممكن يتخزن. التوم ليه طريقتين عشان يتخزن بيهم، والطريقتين دول ما بيأثروش على قيمته الغذائية ولا يقللوا منهم خالص. ايه الطريقتين دول؟ عندي الطريقه الاولى ان انا بفصص التوم عادي خالص وبشيله في كيس بلاستيك اللي هو بتاع التلاجه، او علبه بلاستيك من اللي ينفع تتحط في الفريزر، واحتفظ بيه في الفريزر، ولما اجي احتاجه هطبخ هعمل او الهبلع بتاع كل يوم ده اللي ابلعه اشرحه وابلعه بجيبه واتعامل معاه على طول. طب ده حل. الحل التاني
ان انا اجيب برطمان يكون لونه غامق واحط فيه التوم اللي انا عايزه، فصوص التوم كلها، واملى البرطمان ده زيت زيتون، وبعدين اشيله في التلاجة. مش عايز اشيله في التلاجة، هو الافضل انه يتشال في التلاجة ما دام محطوط فيه توم، انما زيت الزيتون نفسه ومش لازم يتحط في التلاجة ما دام بعيد عن الحرارة والضوء مفيش اي مشكلة فيه خالص. فلو استعمل طريقة زيت الزيتون يبقى احطه في التلاجة وبرضه يبقى سهل، وزيت الزيتون مفيد جدا لما يتاخد مع التوم، وزيت الزيتون هو القادر على حفظ الاحتفاظ، يجعل التوم يحتفظ بكل الخصائص، كل الخصائص بتاعته كأنه لسه فريش، كأنك لسه مقشره حالا دلوقتي. طيب في حاجة تانية، طرق تانية بقى ناكل بيها التوم كشكل علاجي، ده افضل طريقة اللي احنا قلناها. في بقى حاجات بقى جميلة جدا نقدر ايه نستخدمها بالشكل العادي اللي هو غير علاجي، يعني فص التوم ده شيء اساسي من مكونات السلطة. في ناس بتحمر فصين توم كده في شوية زيت زيتون، حاجة خفيفة قوي، تحطهم على شريحة توست مثلا، طعمه تحفة وجميل ورائع. فص التوم ده المفروض يتقطع ويتحط على اي نوع سلطة، سلطة بطاطس، سلطة زبادي، سلطة طحينة، يعني انا لازم يوميا التوم يدخل جسمي. لو انا مش بستعمله كشكل علاجي باللي قلنا عليه فص بتاع الصبح، يبقى انا لازم كل افراد الاسره بقى حتى بما فيهم الحامل واللي ضغطه واللي السكر كله قلنا عليهم دول بيستعمل في السلطه عادي، وما يستعملوش الشكل العلاجي بس اللي قلنا عليه عشان ما يبقاش مكثف عليهم. من ضمن الاكلات الظريفه برضو جبنه، وزي ما بنقطع عليها طماطم كده مقطع عليها فصين توم، بس يتاكل في نفس اليوم ما يبتش، يعني طبق الجبنه اللي تعملها تاكلها في نفس اليوم. دي قصه التوم. من كل اللي قلناه ده التوم له فوائد لا تحصى ولا تعد. طب احنا ليه اتكلمنا باستفاضه؟ ما احنا كنا ممكن في دقيقه واحده. التوم مهم قوي للجهاز المناعي، واستعمل فص توم يوميا وخلص الموضوع. لا، انت عرفت كل حاجه عن التوم لانك لما تفهم تقتنع، يصبح عاده اساسيه بالنسبه لك بتعمله عن اقتناع. انت فوائده، احنا سمعنا كتير ناس بتقول التوم، لكن لما نعرف عنه كل المعلومات دي كلها ده بيترسخ في ذهني، وده يشجعني ان انا كل يوم اكل توم، لا هاكله في سلطه لا اما انا هاخده كشكل علاجي فص التوم بتاع كل يوم. اتمنى تكون الرساله وضحت. دي كانت مرحله او خطوه في خطوات رفع كفاءه وقوه الجهاز المناعي، وان شاء الله لسه عندنا خطوات كتير، بس احنا حبينا نتكلم في دي علشان توضح كويس قوي بالتفصيل. ربنا ينفع بينا جميعا ويجعلنا عند حسن ظن الجميع. ربنا يحفظنا ويحفظ اولادنا ويبارك فيهم. ربنا يحفظ مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع توعيه يلا نعيش.